ايه؟ مستغرب من العنوان؟ لا ما تستغربش، ايوه فعلا احنا اللي بنعقد اولادنا في التعليم. ازاي يا مستر؟ بس ده احنا بنبقى عايزينهم احسن ناس وعايزينهم يتعلموا احسن تعليم، تقول لي احنا اللي بنعقد اولادنا في التعليم؟ لا لا لا، المدرسين اللي بيعقدوهم، لا لا لا، الكتب الخارجيه اللي بتعقدهم، لا لا لا، هو بيروح ما بيحبش المدرس فبالتالي بيكره الماده، بيروح بيلاقي مدرس بيضربه فبالتالي بيكره الماده. هقول لك ماشي، ما هو انت اصلا اللي مشيت معاه غلط من الاول. تعال كده نشوف الحضانات اللي ماشيه اليومين دول. طبعا هنا اول ما الولد او البنت يوصل سنها 3 سنين تبص تلاقي بابا او مامته واخدينه مودينه الحضانه. طبعا لما يودوه الحضانه يا مس عايزينه يقرا ويكتب ويبقى ممتاز، يبقى في الكتابه صاروخ ويبقى في القراءه صاروخ وكل حاجه. وطبعا المس تمسك الولد، تعالى لازم تقرا لازم تكتب. يا مس ده 3 سنين، انت عارفة يعني ايه 3 سنين؟ يعني طفل عايز يلعب بس، كل هواياته اللعب، كل هواياته المعرفة، عايز يتعرف على اللي حواليه، مش عايز يمسك قلم. اعصابه يا مس لسه اصلا ما تستحملش ماسك قلم، ازاي هتمسكيه وتخليه يقرا ويكتب؟ وطبعا هنا اكيد في فروق فرديه، ومع الفروق الفرديه اللي في السن ده برضو انا بعترض على اي طفل عنده 3 سنين يبدا يمسك قلم ويكتب اي حرف من الحروف. طب يا مستر يعني ولادنا مش هيتعلموا؟ هقول لك لا طبعا. فترة الحضانة اللي هي من 3 سنين ونص أو من 3 سنين لغاية 6 سنين المطلوب من الولد هي المعرفة فقط لا غير. الولد بيروح عشان يتعرف على مفاهيم ومصطلحات وحاجات حواليه، سواء في العلوم، سواء في الرياضيات، سواء في اللغة العربية. يا جماعة الطفل في السن ده لو مسك القلم هيبقى ماسك القلم بس عشان يشطر، لكن أنا ما طلبوش أبدا بأن هو يكتب حرف أو يمشي من فوق لتحت أو من تحت لفوق أو من الكلام ده خالص. الطفل في السن ده يا جماعة عايز يلعب ويتعرف على كل اللي حواليه ويتعرف على كل المفاهيم اللي حواليه. تخيل انت لو من اول 3 سنين لغاية 6 سنين بتعرف الولد على مفاهيم معينة في مجالات مختلفة. هنا لما يجي يبدأ 6 سنين يعني في الفترة اللي ابتدى فيها يمسك القلم، اللي المفروض فيها يمسك القلم ويبدأ يكتب، هتلاقيه ماشي معاك بالراحة وببساطة، وهو أصلا حابب العملية التعليمية نتيجة للتراكمات اللي قبل كده. فهيبدأ لما تقول له فوق فيعرف يعني ايه فوق، تقول له تحت يعرف يعني ايه تحت، تقول له مين يعرف يعني ايه مين، تقول له شمال يعرف يعني ايه شمال، تقول له وقف يعرف يعني ايه وقف، تقول له لا عدي لا سيب شوية. كل ده هتبص تلاقي الطفل متعلمه اصلا كده كده، فبالتالي عملية التعليم معاه بتبقى سهلة جدا جدا. فيا جماعة ارجوكم ارحموا اولادنا. كذلك بقى حاجي انا على مادتي انا انجلش. انا لو سألتك هو الطفل ايه اول مهارة بيتعلمها من اول ما يتولد؟ أول مهارة بيتعلمها خلينا نتفق اللي هي الاستماع. الطفل بيقعد مدة كبيرة جدا من أول ما يتولد لغاية ما يبدأ ينطق أول كلمة بيسمع اللي حواليه، ويبدأ يقول ماما، يبدأ يقول بابا، يبدأ يقول هاتي، يبدأ يقول خد. إذا بيبدأ يتعلم عن طريق السمع، يبقى السمع أول مدخل بيدخله، بعد كده يطلع المخرج نتيجة للسمع وهو الكلام. ان انا ابدا اتكلم اللي هو السبيكينج، يبقى انا عندي حاجه اسمها ليسننج وعندي حاجه اسمها سبيكينج. السبيكينج نتيجه طبيعيه للليسننج، يعني اول مهارتين الولد بيتعلمهم ان هو بيسمع وبعدين يتكلم، وبعد الكلام ابدا اعرفه المفاهيم بشكل ما قلنا في المرحله من 3 سنين لغايه 6 سنين يبدا يعرف مفاهيم كتيرة. والكلام ده يا جماعة سواء في عربي سواء في انجليزي، الموضوع ده بيفيدني في اي مادة انا بتعلمها. فتخيل الولد من اول 3 سنين لغاية 6 سنين هو بيسمع ويعرف ويتكلم، لكن انا لما امسك الولد من اول 3 سنين وابدأ اقول له اكتب اي، اكتب بي، اكتب سي، ايه يا جماعة ده مش ممكن طبعا. الطفل في السن ده مش محتاج غير ان هو يسمع ويتكلم بس. حتى في البيت انا لازم اعود ابني في البيت، لو انت عايز ابنك يبقى كويس في الانجليش انا لازم اسمعه كتير عشان برضه يبقى المخرجات عنده كتير. ايه المانع لما اجي اقول له اسف؟ قول لي يا حبيبي اسف دي ان انجلش سوري. هنا بقى مش لازم اضغط على الولد واقول له اكتب لي سوري، هو الولد مش عايز يكتب سوري في سن 3 سنين، لكن عايز يعرف ان اسف معناها سوري. الام دي لما تيجي تخلص مع ابنها حاجه تقول ذاتس انف، ذاتس انف. طبعا هنا خلاص الولد سمع ذاتس انف
وبعدين عرف ان ذاتس اناف دي معناها خلاص احنا هنقف كده كده كفايه. هو هنا مش شرط انه يكتب ذاتس اناف عشان يعرفها، لا هو عرف ذاتس اناف. حتى انت ممكن لما تكلمه بعد كده اقول لك ذاتس اناف ذاتس اناف، يبقى اذا هو عرف الكلام من غير ما يكتب. يبقى يا جماعه المشكله عندنا ان احنا من اول 3 سنين عايزين الولد يقرا ويكتب. يبقى اذا الانجليش لازم اعود ابني ان هو يتكلم انجليزي ويسمع انجليزي. انا المفروض كولي امر ابقى واعي، ما اروحش للمدرس واقول له اه خلي ابني يكتب، خلي كده انت هتعقد الولد ويحفظ سبيلنج منين؟ من اول ما من اول 3 سنين عايزه يحفظ سبيلنج الكلمات. يا جماعه احنا كده والله بنعقد ولادنا، احنا كده فعلا بنعقد ولادنا في اي ماده، في العربي، في العلوم، في الرياضه، في الانجليزي، في اي ماده. ليه؟ لانه خلاص ده الامر الكتابه بالنسبه له صعب، امر الكتابه بالنسبه له لازم يجي في مرحله معينه من سنه، ما يبقاش من اول التعليم. فاذا ابني من 3 سنين لغايه 6 سنين وهو عمال يسمع انجلش كتير، فبدا يتكلم انجلش كتير لان الكلام ده بيتردد على اذانه كتير. وهنا لازم انبه لنقطه مهمه جدا يا جماعه، الناس بتحفظ عن طريق التكرار. يعني لو انا جبت ابني وهو عنده سنتين ورحت جاي حطه في مجتمع كله انجليز او كله المان او كله فرنسيين، هيبدا الولد يسمع الكلام فهيبدا يتكلم برضه انجليزي او فرنساوي او الماني. وهنا بتيجي المشكله الثانيه، مشكله حفظ الكلمات او العبارات. يعني ولي الامر مفكر ان ابنه ده خلاص هو هيسمع الكلمه مره واحده خلاص كده عرف الكلمه وحفظها وكل شيء انتهى والموضوع بسيط وسهل وايزي جدا. حاولوا لا طبعا، انا هنا في مجتمع عربي، لما يكون ابني عايش في وسط انجليزي فبالتالي الكلمه هتتكرر على اذانه اكتر من مره في اليوم، فبالتالي بيحفظها بسهوله. طب هنا انا المجتمع بتاعي عربي، لو الكلمه ما اتكررتش معاه مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وميه عمره ابدا ما هيحفظها، فبالتالي برضه هي التكرار. يعني انا لازم عشان احفظ ابني شيء لازم اكرره له كتير. ولادنا من سن 3 سنين لغايه سن 6 سنين او 5 سنين ونص المفروض كل الكلام اللي هم بيتعلموه عباره عن كلام شفوي، عباره عن فهم مصطلحات، عباره عن حفظ مفاهيم، المفاهيم دي في كل ماده بيستعملها بعد كده في وقت لما يجي يكتب. معذره اذا كنت احدديت في الكلام، ولكن دي وجهه نظري انا كمعلم، مش حابب اعقد طفلي في حاجه اسمها التعليم. شكرا لكم، السلام عليكم.